حرب أكتوبر المجيدة ما كانتش مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، إنما كانت اختبار حقيقي لقدرة الشعب المصري على إنه يحول الحلم لحقيقة. هنلاقي الجيش المصري اتحدى المستحيل وقهره وكمان انتصر عليه وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات اللي ممكن تمر على أي أمة. ده كله بفضل تفوق المقاتل المصري اللي بيتحدى المستحيل من أجل الحفاظ على بلده وتراب أراضيه بعد توفيق ربنا. خلونا كمان نروح نتعرف على تفاصيل أكتر عن سر تفوق المقاتل المصري وإزاي نجحت قواتنا المسلحة في هزيمة العدو وتدمير أهدافه. هنتكلم كمان عن دور القوات الجوية. خلينا نرحب في فقرتنا النهاردة باللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. سيادة اللواء برحب بحضرتك وكل سنة وانت طيب. كل سنة وحضرتك طيبين ومصر كلها بخير يا رب. يا رب. هنتكلم بشكل أكبر وبالتفصيل عن دور القوات الجوية وإزاي حيدت قوات الاحتلال الإسرائيلية وطيران الاحتلال الإسرائيلي. بس أنا عايز أسأل حضرتك، شايف ازاي عقيدة المقاتل المصري؟ شايف ازاي المقاتل المصري مقاتل متميز بعقيدته وبقدراته؟ والله هو في نقطتين، وهو النصر او الشهادة. يا هينتصر يا هينال الشهادة، وهيجي وراه مقاتل تاني يا هينتصر يا هينال الشهادة. فدي ملهاش حل، دول تسوى ردع قد يتساوى او يفوق الردع النووي. احنا يا هنموت ونبقى عند ربنا شهداء يا اما هننتصر، ملهاش تاني. وده بيخلي الحقيقه ان يعني في بعض الجيوش بتاع الدول لما الدول بيحصل لها حاجه يعني ما الموضوع ده مش عنده، لكن هنا المقاتلين بهذا الشكل المحترف. ضيف الى ذلك العلم، الحرب علم وعلم معقد، فلما نحط النصر او الشهاده مع العلم العسكري المتطور المحترف دول مع بعض بيحققوا ان الدوله دي ما حدش قدر يقرب لها على مر السنين. ده حقيقي. لما نيجي نقول التخطيط والضربه الجويه الاولى هي كانت واحد من اهم الاسباب اللي تسببت في ارباك العدو وساعدت او ادت الفرصه للجيش المصري انه يعبر وتنظيم الصفوف، وكمان كانت غطاء للحفاظ على الثغرات اللي تم فتحها وتامينها بشكل كامل. نقدر نقول ان مش فقط الضربه الجويه وهي الاكثر شهره في يعني صحيح. في ضربات الجويه في حرب اكتوبر، في كمان معركه المنصوره. حضرتك تحب نبتدي بايه؟ لا نبتدي بالتسلسل الزمني بالضربه الجويه. نعم. كان مطلوب في بدايه الحرب خالص من قبل العبور ان يتم ضرب كل الاهداف اللي موجوده في سيناء اللي هتاثر على عمليه العبور عشان يتم بسلام. من هذه الاهداف مراكز قياده وسيطره وتجمعات العدو واهداف كثيره جدا تم رصدها. لازم دول يتدمروا الاول عبال ما يتم الاقتحامات لقناه السويس وسد التراب وخط بارليف وبناء الكباري، يكون العدو ابتدى يتحرك، يكون لا خلاص القوات ابتدت تعبر وتبقى الناحيه الثانيه من القناه. المشكله الاكبر ان العدو عنده طائرات الجيل الثالث الفانتوم سكاي هوك، طيارات حديثه جدا، رادار قوي مقارنه بهذا الوقت، تسليح حديث. عندنا طيارات الجيل الاول والثاني، فرق جيل كامل، طيارات ما فيهاش رادار، تسليحها قليل قوي. فدي هي كانت مشكله كبيره جدا ان انت هتواجه طائرات احدث منك بكتير جدا اضافه الى دفاع جوي معادي متطور، والضربه دي لازم تتم. الحسابات الاجنبيه قالت ان انتوا لو عملتوا ضربه بهذا الشكل من المقارنه هتفقد تقريبا 45% من القوات الجويه، ودي مشكله كبيره جدا، هتفقد تقريبا نص قوتك كقوات جويه، فمش هتقدر تكمل بقى الحرب. النقطه الثانيه، الاهداف اللي انت هتدمرها لن تتعدى 30% من الاهداف المخططه، والحسابات صح بسبب تحصينات المراكز او النقاط اللي هي مراد ضربها، صح كده؟ ولا وفرق الجيلين، ما انا كقوات جويه هخش اضرب قوات جويه مصريه، هواجه قوات جويه معاديه. القوات الجويه المعاديه عندها جيل متطور من الطائرات
اعلى مني بكتير جدا وفرق جيل كامل. بيقسموا اجيال الطيارات الى 5 اجيال رئيسيه. الجيل الاول ما فيهوش رادار وطيارات اقل من سرعه الصوت زي الميج 17 اللي كانت عندنا. الجيل الثاني ميج 21 ما فيهوش رادار او رادار يعني بدايات الرادار وما فيهوش حتى صواريخ راداريه. الجيل الثالث اللي كان عند اسرائيل طيارات فانتوم سكاهوك فيها رادار متقدم فيها صواريخ راداريه اللي هي مش عندي. مدى عالي جدا، انا المدى اللي عندي قليل قوي، وبالتالي فرق الامكانيات الكبير ده يخلي الضربه الجويه دي تفشل. ما انا انا هواجه عدو جوي هيصد الطيارات دي وعنده دفاع جوي كمان متطور هتتضرب الطيارات دي. عشان كده كانت الحسابات صح. بس النقطه المهمه جدا ان محدش قلق، ده اللي انا عايز انقله. لما تلاقي تحديات ضخمه قدامك ما تقلقش، الجأ للعلم وابحث عن حلول غير تقليديه للمشاكل بالغه التعقيد. التدريب كان اكثر من محترف والتخطيط كان اكثر احترافا منه من البدايه. وبالتالي تمت الضربه الجويه، كل الطيارات اللي كان 227 طائره دخلوا ضربوا كل الاهداف. الاهداف اللي دمرت بقى نسبتها كام؟ اللي كانوا بيقولوا هتدمر 30% معديه 97%. طب الخسائر اللي عندنا لا تتعدى 2-3%، لدرجه ان كان في ضربه ثانيه مخططه عشان لو في هدف ما اتدمرتش ما عملناهاش، لان كان الاهداف كلها اتدمرت ونجح الاقتحامات الثلاثه. سياده اللواء عملتوها ازاي؟ التخطيط، والطيار عارف امكانيات الطياره بتاعت ايه ونقط القوه، ونقط القوه والضعف في الطياره اللي قدامي ايه، دارسها دراسه علميه محترفه بحيث ان انا لما نشتبك انا هستخدم نقط القوه قصاد نقط الضعف. وده في ثواني معدوده. انا كل نقطه هقولها هقول الشباب بتاع دلوقتي يستفيد منها ازاي. لما تلاقي مشاكل كبيره وحاجات ضخمه بتواجه الدوله ما تقلقش. دول ما قلقوش وكانوا شباب قدك. النقطة الثانية دور على الحلول غير التقليدية، مش كل واحد عايز إمكانيات قد كده عشان يتغلب على المشكلة اللي قدامه. ما هو دول لما تقول لي طيار الميج 17 دول حولوا الطيارات التدريب لطيارات مقاتلة. ده يا فندم يعني في طيار ميج 17 أسقط طائرة فانتوم. لو طيار الميج 17 ده قلت له أنت هتقابل الفانتوم، لو واحد تاني هيقول لك ما اطلعش هطلع أعمل إيه؟ في هليكوبتر مي 8 أسقط الطائرة فانتوم. إذا الناس دي لو قلت له ادي مقارنه القوات ومقارنه الطيارات هيطلع يعمل ايه؟ وبالتالي هو درس طيارته كويس جدا، درس الجانب الاخر كويس قوي، استغل نقط القوه ونقط الضعف. تاني دور على حلول غير تقليديه. تركيبه مميزه للمقاتل المصري. خلينا ناخد تركيبه متميزه جدا وشديده التميز. معانا على التليفون البطل عبد الجواد سويلم، واللي معروف بلقب الشهيد الحي، البطل اللي كان جندي في سلاح الصاعقه، اتصاب في حرب الاستنزاف بين مصر ويمكن في سنه 67 وحرب اكتوبر 73. دي كانت الاصابه اللي موجوده عنده، وكانت اصابه صعبه جدا، تم بتر الساقين واليد اليمنى وفقد عينه اليمنى كمان. نعم. بالرغم من كده يا منى ان هو رجع تاني للجبهه، ودي حاجه كانت مفاجاه جدا. جندي محارب مبتور رجله مبتوره يرجع يقرر تاني ان هو يرجع تاني للجبهه علشان يحارب وسط زمايله، كان مصمم ان هو يدافع عن بلده مهما حصل. عشان كده يعتبر هو الجندي الوحيد اللي بيشارك في الحرب وهو مصاب ببتر في الساقين. برحب بيك. صباح الخير يا بطل. صباح الخير يا سياده اللواء الحلبي. اهلا وسهلا يا فندم. كل سنه طيبين يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب، وكل ابطالنا واسرهم بخير، ودايما من نصر الى نصر ان شاء الله. والله يا فندم يعني سيادتك يعني فرض علينا القتال، فكل لازم نعمل رجاله. انا طبعا سيادتك مدير الصحقه، واتجنت قبل حرب 67 استنزاف اكتوبر، وطبعا اللي حصل 5 يونيو طبعا حصل ما حصل، وصدرت اوامر بقى للصاعقه للشغل على العدو في سيناء على ما نجهز الجيش. طيب. فطبعا الحمد لله والشكر لله في حرب الاستنزاف تمكنت بفضل الله سبحانه وتعالى في 3 سنين و37 يوم اللي هم بدوا 1 يوليو 67 وانتهت ل 77 بالمؤامره الامريكيه يعني بتاعت روجرز. المهم سيادتك الحمد لله، وده مجهودي مش مجهودي لوحدي، في قاده علمونا وفي قاده خططوا لنا قاده ياخذونا في العمليات. تمكنت في الله سبحانه وتعالى في عدد الاستنزاف بتدميس 16 دبابه و11 مدرعه. العدو سيادتك زمان سيادتك عارف فن العدو متفوق علينا
عمال يضرب مدارس، يضرب مصانع، دمر 3 محافظات اللي هي بورسعيد السويس الاسماعيليه، فعملت عربده. فالمهم سيادتك، انا الرئيس عبد الناصر احمد العلي اصدر امره لتدمير مخازن كانت منطقه دريه كبيره جدا في سيناء، ضربناها بالطيران والصواريخ لانها تحت اعماق صحيحه ما لسش في حاجه. شكل الدوريه من الصاعقه اللي هي اقوى بقى من الصواريخ واقوى من القنابل الذريه، المقاتل والمقاتل هو من اللواء لغايه الجندي. توكلنا على الله ودخلنا 35 كيلو على طبعا مش احنا بنشتغل لوحدنا على فكره، في هناك العظماء والعظام رجال المخابرات العامه والحربيه الاستطلاع بيجيبوا لنا المعلومه، خد اشتغل اشتغل واحنا جاهزين للشغل. برئاسه رحمه الله عليه امين هويدي في الوقت ده. نعم يا فندم؟ برئاسه رحمه الله عليه امين هويدي في الوقت ده. الله الله يرحمه، وكان على راس المخابرات كان سياده اللواء فؤاد نصار الله يرحمه. رحمه الله عليه. معاهد جميله جدا كان ماسك مخابرات الحربيه. توكلنا على الله، وصلنا الهدف طبعا 35 كيلو مشينا 7 ساعات، دخلنا على الهدف 4 الفجر، كان المجموعه فيها سنه 3 مجاميع 3 ستات، الضابط قائد الدوريه معزم اول الله يرحمه توفى لواء اللواء عزك ابراهيم، قال هاخد مجموعتي الى ملجا الافراد، والمجموعه الثانيه والثالثه ثبت العبوات، ثبت العبوات ونسفنا 11 ملجا تحت الارض على عمق حوالي من 30 متر. هم ممنوعين ضد الطيران والصواريخ على فكره، لكن جالهم من حيث لا يحتسبوا، جالهم اخش عليهم زي ما حصل خط برليس اللي قالوا عليه لا يخترق القنبله الذريه، لا ده احنا دخلنا لهم جوه الحصون والقلاع، دخلنا جوه ايه اللي جابكم هنا؟ نعم. الحمد لله في اليوم ده اديت واجبي، وانضربت في اليوم ده بصاروخ من طياره، كانت معركه صعبه شويه بيني وبين طيار اشتبك معايا وضربت، قعد اضرب عليه بالسلاح الالي، هو واخد قرار انه يموتني. فانا كان يعني كانت امنيه حياتي ان اقتل شهيد في ارضنا المقدسه. المهم ضرب الشباك بيني وبينه حوالي بتاع 5 دقائق، اهرب يمين وشمال منه، ما بيشوفش دلوقتي انا عندي 78 سنه. اهلي من ايه؟ اهلي من ايه؟ المهم انا شاورت له بيدي اليمين، انزل لو راجل، فراح مثبتني وكله بصاروخ لاحصل على اعز واغلى تكريم في حياتي من رب سبحانه وتعالى. وهو 5 ناشين، وهو بات الساق الشمال، بات الساق اليمين، بات الساق الايمن، فقد العين اليمنى وجرحه بالظهر وتحت الولعه. زمايلي اللي خوني طبعا الحمد لله، يعني هي لو تاخروا عليا دقيقتين كان قضي الامر لكنت بتمناه. طيب. الشهاده في سبيل الله، وانا بس عليه وانا قاعد 10 سنين. رجعوا لي زمايلي، رجعني القائد الضابط قائد الدوريه وزمايلي، قلت لهم سيبوني انا مت، انا خلاص انا مت، سيبوني انا مت خلاص. قالوا هنموت معاك عشان نسيبك، الكلمة دي غايه مجرى حياتي، الضابط وزمايلي هنموت معاك عشان نسيبك، شالوني إلى غرب قلعة حوالي سيادتك 11 كيلو، ثم على نقلة ميدان 25 كيلو. وأقسم بالله العظيم ضربوا النقلة بالمدفع. بيني وبين خط برليف 250 متر، الكنال ضيق 200 متر، وأنا على السكة حيد اللي هي من الأمطرة لبورسعيد، بين سكة حيد وخط برليف 250 متر. اقسم بالله العظيم ضربوا النقله بالمدفع، ضربوها بالمدفع. دخلت بورسعيد العسكري المغرب، انا مصاب 6 الصبح 6 الصبح وزمايلي شالوني من 8 ل 8 مساء من بورسعيد الى دمياط، وتم الاخلاء بالقطار. احنا كنا في موقف صعب جدا على الدوله كلها. عايز اقول لك حاجه، بطل البطل الجندي المقاتل عبد الجواد السويلم، القصه اللي انت بتحكيها دي قصة يعني احنا بنتحاكى بيها، بنحكيها لأطفالنا وأولادنا علشان يعرفوا قد ايه المقاتل المصري كان يعني حاجة عظيمة جدا، كان أسطورة، كان فعلا رجل خارق. انا عايز بس أسأل سؤال سريع بعد إذنك، فكرة ان انت بعد ما يعني يحصل لك اللي حصل، أسهل حاجة ان انت هتقول خلاص يعني انا أديت دوري وحصل ان كان في بتر للساقين وخلاص، يعني الموضوع انتهى بالنسبه لك كجندي مقاتل على الجبهه. فكره ان انت ترجع تاني كنت بتفكر فيها ازاي دي؟ هو كنت فكرت فيها لسببين اثنين يا فندم. السبب الاول كلمه زمايلي هنموت معاك عشان نسيبك، تموتوا معايا ويسيبوني مش هيسيبوني، اصح هيشيلوا واحد ميت، فعرضنا نفسهم للموت المؤكد وانضربوا، الاستنقاله انضربت بالمدفع 7 دنات، فسيبوني حرام عليكم هتموتوا تخساره، هنموت معاك عشان نسيبك. دي اللي رجعتني الميدان. ونمره اثنين ان انا الاصابات مش الاصابات دي، الناشئين ديا زي تروح المعنويه على اعلان السماء.
يعني كان انا مش لا ده ما رجعش لورا، طلعتني فوق السماء والحمد لله شكرا تعالى. انا اتكرمت رئيس عبد الناصر ثلاث مرات، الشهيد انور الشهاده القائد العظيم مره، المرحوم الرئيس حسني مبارك في الامير الفضلي مره، وكان اعظم تكريم في حياتي خدته من القائد والزعيم جابر الخواطر حبيب نور عينيا الشيخ مجاهد السيسي حين قرر راسي. البطل عبد الجواد سويلم واللي معروف بلقب الشهيد الحي، البطل اللي كان جندي مقاتل في 67، وايضا بعد اصابته في 67 استمر في الحرب في 73. احنا سعداء بوجودك معانا على التليفون، ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب، شكرا لوجودك معانا. نرجع تاني سياده اللواء نكمل كلامنا. هل لك اي نفس تعليق؟ الروح انها لما الاقي مشاكل كبيره تحديات ضخمه ما تقلقش، البلد دي عندها القدرة العالية جدا على التغلب لأكبر التهديدات وأكبر التحديات، والكلام ده طلعه من جوانا لأن بيحاولوا يكسرونا فيه. صحيح. وبالتالي أنا لما أجيب النماذج دي ونماذج مصرية، أنا مصري وهم مصريين، أنا امتداد ليهم، بنفهم الشباب. بتلاقي أي دولة بتواجه تحديات، الإقليم مشتعل، ما قلقش، أدور على العلم والعلم هو الحل في كل حاجة، والحلول غير التقليديه، مفيش حد يقعد يستنى شويه امكانيات وهات لي عشان اشتغل، وده ما دوروش على امكانيات، وبيدور على حل غير تقليدي للتغلب على المشاكل بالغه التعقيد. جميل جدا يا ست اللواء، انا حضرتك بتستلهم العبر والعظات من روح يعني التبر في لازم تقول له يعني الوضع الحالي. والشاب بتاع دلوقتي قال لك والله انا لو كنت معاهم ساعتها انا كنت هعمل زيهم وكلامه صح، بس انا اعمل ايه دلوقتي؟ صحيح. ما انا بجيب له دي واربطها له باللي بنواجهه. صحيح. هم ما قلقوش. عظيم. بقول لك هم دخل على دوش ماء الطيارات بكل الاعيره العاليه اللي بتضربها ما بتتاثرش. فكان الحل ان هو يروح يقتحم ما جوه وجه لوجه. ما قلقش. اذا كانت القنابل العاليه العيار مش مأثره فهيخش لها بقى فيس تو فيس وجها لوجه. ما قلقش. هي دي النقطه اللي انا عايز انقلها للاجيال الموجوده. حضرتك اتكلمت عن الضربه الجويه الشامله. عايزين نتكلم بقى على معركة المنصورة وازاي هي كانت فارقة في حرب اكتوبر او نصر اكتوبر المجيد. طبعا الضربة الجوية الشاملة كانت رائعة، فتحت ابواب النصر للقوات المسلحة، القوات الجوية استمرت انها تحمي القوات البرية والقوات البحرية، مفيش قوات تقدر تشتغل بدون غطاء جوي ولا هتتضرب من العدو الجوي. فاسرائيل مش قادرة تشتغل وقادرة تأثر على النجاح اللي بيحصل، فقررت انها عايزة تحيد القوات الجوية وتخرجها من المعركة. فقررت انها تخش يوم 14 اكتوبر بعدد كبير جدا من الطائرات، وصل 120 طائره من احدث الطرازات تضرب الطيارات والمطارات على الارض. وبالتالي لما تخرج القوات الجويه من المعركه تقدر تشتغل بحريه وتستهدف اللي عبروا والقوات البحريه. تمام. دخل 120 طائره فانتوم وسكاي هوك من احدث الطرازات، اللي كان متوفر صدهم كام؟ 60 طائره ميج 21، يعني النص. وفرق جيل كامل. المعركه دي 180 طائرة في الجو، أكبر معركة في التاريخ حتى الآن، قعدت 53 دقيقة، ووقع 17 طائرة فانتوم وتفشلت الضربة بالكامل. المشكلة عند إسرائيل إن هو كان عامل حسابه إن في 60 طائرة هيطلعوا يصدوا، فمدخل 120. لما ابتدى يعد اللي في الجو لقاهم أكثر من 60، لأن في طيارين طلعوا في أول الضربة واشتبكوا ونزل تاني، اتمونت الطياره واتسلحت في اقل من الزمن القياسي وطلع اشتبك مره ثانيه. هو يعني تكتيكيا الطيار ليه طلعه واحده فقط الاشتباك؟ هو في العمليات حسب الطيار عشان تنزل تتمون وتتسلح، والتسليح ده بيتعمل اختبارات والكلام ده بياخد مش اقل من 45 دقيقه لساعه. لما توصل لسبع ثمان دقائق والطيار قاعد في الطياره مربوط ما بينزلش عشان يقدر يطلع على طول، والطقم القدر ده محترف احتراف غير عادي، وتمرن تدريب يفوق الوصف بحيث يسلح ويمون طياره في دقائق، وتطلع الطياره دي تاني تشتبك، والتاني العدو داخل على ب 120 فاهم ان قدامه 60، فخلاص الموضوع لصالحه تماما. واحدث الطيارات لما يلاقي اللي طالعين له في الجو اكتر من 60 اللي هو عامل حسابه عليهم واشتباك في منتهى الاحتراف. اسقطنا كم طياره من 120؟ 17 طياره. ومن عندنا سقطت كم طياره؟ عندنا سقط ثلاث طائرات، وفي طياره وقود في الجو، وطياره من كتر الاشتباك قليل قوي، ففي انفجار بيحصل بيأثر على طياره ثانيه. طيب طياره ميج 21 ما فيهاش صاروخ راداري،
فيها صاروخ حراري بيطلع على العادم بتاع الطياره اللي قدام حضرتك، ودي كانت بدايه تركيب الصواريخ الحراريه في الطائرات في العالم كله. فلازم الطياره اللي قدامك تبقى في خط مستقيم عشان تضرب الصاروخ. التاني عنده صواريخ رادار وعنده رادار بيشوف من 60 كيلو. انا عشان كده بقول لما تلاقي تهديدات وتحديات قدام الدوله ما تقلقش، ما هو دول مصريين وكانوا قدك شباب والله. اللي نفع التكتيكات اللي كانت موجوده، يعني لما نحط خطه وخطه بديله وخطه بديله للخطه البديله، الماتيريال او النوع بتاع الشخص الذي سينفذ هذا الموضوع، ده واحد من اهم العوامل اللي ممكن طبعًا ترجح طبعًا. ما هو هو 73 عظمتها انها ايه؟ اظهرت ان المقاتل هو الاساس في معاده القوى العسكريه مش السلاح. عندك سلاح متطور. هل ده ممكن يطبق الآن كمان في الحروب الحديثة؟ هل ده يطبق بعد التكنولوجيا وبعد طبعًا. ما هو المقاتل هو المقاتل ما زالت بتدرس وما زالت قابلة للتطبيق ولا مع طبعًا. تطويرها؟ لا طبعا، اللي بيخلي القوات المسلحة محترفة ان جيل بيسلم جيل وبيدور دايما على التطور التكنولوجي وازاي ان هو يستخدمه، وحتى لو في فرق في الأسلحة انا قادر ادور على حلول غير تقليدية. تدريب محترف وعلم، بعرف نقطة القوة اللي عند الفانتوم ايه ونقطة الضعف اللي عنده ايه. ودي انا طرت ميج 21 كانوا محترفين يقول لك دي نقطة القوة عندك كذا، نقطة الضعف عنده كذا، تجنب دي وتاخد وتخش من الناحية دي او تاخد النقط دي، تمام. ودي والتدريب محترف جدا والعلم هو الحل. النقطة المهمة جدا، لو انا متدرب باحتراف والعلم هو الحل وانا قلقان خايف، ده بيأثر. فهنا النقطة دي مش موجودة، عشان كده هم بيحاولوا دلوقتي بالإعلام المضاد إن هو يكسر الإرادة، يبين لك إن أنت قليل مش هتقدر. الخامس كل ده اللي هو كسر الإرادة وشهادة حروب الجيل الرابع. دي نقطة مهمة جدا، عشان كده أنا لما بنقل الصورة بتاعة 73 وما قبلها بنقلها وأقول له خلي بالك الدروس المستفادة اهي، ما تقلقش لما تلاقي تحديات او تهديدات بتواجه الدوله، ده طبيعه الامور، طبيعه المنطقه اللي احنا عايشين فيها قلب العالم، وده طبيعي على مر السنين اجدادنا ما قلقوش ولا احنا نقلق. هعمل ايه؟ ما اقلقش وادور على حل غير تقليدي للمشاكل اللي قدامي والجا للعلم. انا قدامي اقل من دقيقه، عايزين نلحق نقول فيها لحظات فارقه في مشاعر المقاتل المصري اللي كان في الطياره وبيحاول ان هو يصيب العدو. هل في مواقف حضرتك تتذكرها او حكوها؟ هو طبعا اكثر المشاعر ان هو لحظه بيعدي القناه ويعدي في سيناء، من اعظم المشاعر لاي طيار هو بيسقط طائره للعدو، لان الطائره عدو انا لما بسقطها دي هتروح تدمر قواتنا او بيدمروا كانوا بيضربوا المدنيين على فكره برضو في حرب الاستنزاف. طبعا. وبالتالي ان انا اسقط طائره ده اعلى مشاعر، ان انا بمنع تهديد كبير جدا جاي للدوله. وايضا ان انا لحظه العبور وتحقيق ان انا اضرب كل الاهداف اللي هتاثر على العبور، دي لحظات الحقيقه ومشاعر ما تتوصفش، يعني صعب ان احنا نوصفها في كلمات، احيانا الكلمات بتعجز عن وصف صحيح. المواقف صحيح. يعني احنا بنرسم الصوره وكل واحد يفهمها، يمكن المشاعر بتنتقل اسرع من الكلمات. صحيح. أكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء طيار هشام الحلبي مستشار بالاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه، بشكرك شكرا جزيلا.